بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى الجمال ده؟ شايفين الجبنة البيضاء الحلوة دي؟ لونها أبيض أبيض فعلا، ما شاء الله لونها حلو وطعمها حلو وكمان قوامها حلو زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى معايا خطوة بخطوة نشوف عملنا الجبنة الحلوة دي اللي ممكن نخزنها لرمضان وازاي هنخزنها مع بعض. في البداية أنا معايا 2 كيلو من اللبن الجاموسي، ومعايا كمان كيلو ونص، كيلو منهم لبن جاموسي ونص بس بقري. كان المفروض يعني أن أنا لو حب أحط كيلو بقري كامل كنت حطيت، لكن بصراحة هو ده الموجود. يعني أنا دلوقتي معايا 3 كيلو لبن جاموسي وكمان نص بس بقري. ليه أنا حبيت أحط بقري؟ بصراحة أنا بحس أن هو بيطلع الجبنة طعمها أحلى لما يكون فيه جزء من اللبن البقري على اللبن الجاموسي. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. اول خطوة هعملها هجيب الحلة اللي انا هسخن فيها اللبن وحاول ان انا اصفي اللبن. نصفي اللبن علشان احنا طبعا عارفين ان ممكن يكون فيه رواسب او شوائب في اللبن بتاعنا، لازم اصفيه بشاشة نظيفة زي ما احنا شايفين اهو. هاخد دلوقتي ايه؟ هاخد دلوقتي ادي معايا كيلو ونص من اللبن، اصفي بالراحة عشان اتأكد ان مفيش اي شوائب جوه اللبن بتاعي ويكون نظيف وحلو، تطلع الجبنة بتاعتي هي كمان نظيفة وحلوة كده. ادي الكيلو ونص، فاضل بقى معايا كمان ال2 كيلو دول. انا طبعا مش هنزل بيهم كلهم، هحط شوية وهخلي شوية معايا ادوب فيهم الملح اللي هحطه للجبنة. طبعا لما كنا بنعمل الجبنة دي زمان كنا بنعملها فما كانتش بتطلع معانا يعني جبنة كتير، فلما سألنا قالوا انهم بيعتمدوا على نسبة الملح اللي بتتحط. نسبة الملح هي اللي بتخلي المعامل بتطلع كلوات كتيرة من الجبنة، يعني ما بتخسرش معاهم، بيعملوا كمية من اللبن وبتطلع فعلا جبنة كتير لانهم بيحطوا ملح كتير. انت طبعا في البيت مش محتاجة ان يكون الملح زيادة، لا بالعكس احنا كلنا بنفضل ان يكون ملحها معقول. هناخد بقى شوية اللبن اللي فضلوا دول نحط عليهم دلوقتي الملح. هحط ملح قد ايه؟ هنحط معلقتين لكل كيلو. انا معايا 3 كيلو ونص، يبقى احط ادي 1 2، ادي اول كيلو، كمان معلقتين للكيلو الثاني، كمان معلقتين للكيلو الثالث، ومعلقة واحدة علشان النص كيلو. طبعا موضوع الملح ده على حسب رغبتك، انت حابه ان انت تخلي الجبنه بتاعتك الملح بتاعها زايد زوديها. ليه انا حطيت الملح قبل ما اصفي بقيه اللبن ده؟ علشان الملح نفسه بيكون فيه شوائب. كل المقدار اللي معانا لازم نتاكد ان احنا صفيناه كويس. بالراحه بقى هنبدا نرفع الشاشه دي. نحاول نصفي برضو اللبن اللي فيها علشان ما نخسرش اي حاجة. بس كده هاخد بقى الحلة الحلوة بتاعتي دي واروح بيها على النار علشان اوصلها لدرجة حرارة معينة. بعد ما سيبنا اللبن بتاعنا على النار وحاولت كمان ان انا اقلب فيه كده، طبعا هو مفيهوش رواسب ولا فيه ملح مش دايب ولا اي حاجة. درجة الحرارة المفروض تكون ازيد من الدافية. درجة الحرارة لو عندك ترمومتر المفروض ان هي من 35 ل 45 دقيقة. زمان كنا بنعملها على يعني من 35 ل 40، دلوقتي بصراحة يعني هو المفروض لان احنا دلوقتي يعني في الشتاء خليها يا ستي 45 درجة. انا هستنى لحد ما اشوف ان انا دلوقتي وصلت لدرجة الحرارة المناسبة. حاسة كده ان هي بدأت تسخن. طيب دلوقتي وصلت لدرجة الحرارة المناسبة، هعمل ايه؟ هحط المنفحة. طب هحط قد ايه؟ هحط لكل كيلو من معلقة لمعلقة ونص على حسب نوع المنفحة اللي انت جايباها. انا بصراحة جايباها من معمل علشان اكون واثقة فيها، لان بصراحة رحت اشتريها من عند العطار لقيته جايب لي ازازة صغيرة خالص كده وبيقول لي ب30 جنيه. طب انا لما اجيب المنفحة ب30 جنيه يبقى انا وفرت ايه؟ يبقى ما وفرتش حاجة. فبصراحة انا جبتها من المعمل واكيد يعني هي حاجه موثوق فيها وحلوه لان هما بيستخدموها كده. خلاص تمام، وصلت لدرجه الحراره اللي انا عايزاها فعلا، هو دلوقتي بقى سخن يعني اكتر من الدافي. خلاص هطفي النار وابدا بقى دلوقتي ان انا احط المنفحه. المنفحه دي انا شايلاها في برطمان في باب التلاجه عادي. ادي 1 2
تلات معالق أكل كبيرة مليانة، وهنحط كمان نص معلقة علشان النص كيلو، علشان حاطين 3.5، يبقى كده حطينا للتلاتة كيلو ونص لبن تلات معالق ونص منفحة. هجيب بقى الحلة الحلوة بتاعتي دي وهغطيها كمان بفوطة وهسيبها للصبح. والله حابة يعني تسيبيها حوالي 6 ساعات كده وترجعي تشوفيها، ولو لقيتي اللبن بتاعك جبن معاكي وخلاص ان انت محتاجة ان تاخديه وتصفيه، والله على حسب بقى الجو عندك عامل ازاي. بما ان انا دلوقتي مش هستخدم البوتاجاز، خلاص هغطي الحلة بتاعتي على البوتاجاز كده وهغطيها كمان بفوطة زي ما احنا شايفين، علشان اعمل يعني حفظ لدرجة الحرارة اللي انا وصلت لها، واللبن بتاعي ده يتجبن معايا في وقت سريع. تعالوا بقى نشوف الجبنة الحلوة بتاعتنا بعد ما سبناها وغطيناها بغطاء الحلة وكمان الفوطة. كان المفروض ان انا هسيبها 6 ساعات، انا فعلا سبتها 6 ساعات، لكن هي من اول 3 ساعات وانا لقيتها جبنت وبقت كويسة، لكن حبيت اسيبها يعني علشان برضو تنزل كمية من الشرش اللي فيها. تعالوا بقى نشوف، هي فعلا فصلت في شرش اهو على الوش والجبنة كلها جوه. هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا ننقلها، كمان عاملة وش زي القشطة. احنا دلوقتي طبعا هنقلب ده كله في بعضه. هنجيب حاجة زي مصفة الخضار دي كده ونحطها في حاجة تانية علشان ينزل فيها الشرش، وهنبدأ نجيب الشاشة بتاعتنا نحطها ونفضي الجبنة. ادي الشاشة، نحاول ان احنا نفردها كويس وهنبدأ نفضي الجبنة بتاعتنا. حابة برضو ان انا اوريكم شكلها، شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ شايفين اللبن بتاعي عامل ازاي؟ هبدأ دلوقتي احرك الشاشة بتاعتي واحاول ان انا اعمل فواصل كده في اللبن علشان تنزل كل الشرش، عشان ما لقيش في النص في الاخر في شرش في قلب الجبنة بتاعتي ومية كده منزلاها. هفضي شوية من الشرش اللي تحت ده اللي نزل معانا في الصينية، شايفين يا جماعة شايفين كتير ازاي؟ هفضيه في نفس الحلة اللي كانت فيها الجبنة، وبعد كده هحط تاني المصفة دي في حاجة وهوريكم هنعملها ازاي. لازم نصفي كويس علشان تطلع معايا الجبنة متماسكة حلو. نرجع برضو ونفتح تاني ونحاول ان احنا نعمل برضو فتحات كده في الجبنة وبعضها علشان تنزل كل الشرش اللي جواها. الخطوة دي مهمة قوي علشان تطلعي جبنة ناجحة وشكلها حلو. طبعا احنا لما هنسيبها وهنغطيها وهنحط عليها حاجة كمان تقل فوقها، كل ما هنسيبها كل شوية برضو هنرجع نشوف هل هي فعلا محتاجة ان انا احركها تاني، او يعني اشوفها كل شوية علشان برضو اتأكد ان هي نزلت كل اللي فيها. نزلت تاني برضو شوية، فضيهم هما كمان. بعد ما فضينا الجبنة هنحط حاجة صغيرة جوة القارب الكبير اللي احنا حطينا فيه ده علشان نسند عليه المصفة بتاعتنا اللي احنا حطينا فيها الجبنة علشان اي شرش ينزل جواها. دلوقتي انا حاولت بقى بالراحة ان اقلب الجبنة كلها في بعضها واضغطها كمان علشان ما يكونش فيها فراغات هوا بينها وبين بعضها لما نيجي في الاخر نقطعها. كلها دلوقتي اهي حاول انا اساوي الطرف كده، وبعدين هغطيها كويس واجيب حاجة تقيلة احطها فوقيها. هجيب بقى دلوقتي بقية الشاشة واغطيها من فوق كده. لازم تستخدمي حاجة نظيفة وليها كمان وقت معين تستخدميها، لان بعد كده بيبقى ريحتها متغيرة خالص مهما تغسليها، لازم تغيري وتستخدمي قطع تانية جديدة. انا دلوقتي حطيت الجبنة اهي وسويت زي ما شفنا، هجيب بقى حاجة احطها فوقها.
حطيت بقى دلوقتي طبق زي ده كده علشان يكون مستطيل، يعني يكون مناسب لشكل الحاجة اللي انا حاطه فيها الجبنة، وهحط عليها حاجة تقيلة فيها مية زي دي كده. هسيبها بقى ساعتين تلاتة كده وبعدين ارجع اشوفها، اكيد هتكون خلصت كل المية اللي فيها وبقت متماسكة وحلوة. بعد ما سيبنا الجبنة بتاعتنا 3 ساعات او اكتر كمان، تعالوا بقى نشوف هي بقت عاملة ازاي. ما شاء الله بقت كلها قطع واحدة، ونزلت شوية برضو من الشرش زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بقى نقلبها على حاجة ونقطع ونشوف هي عاملة ازاي. ممكن كمان اشيل كده اطلعها خالص بره المصفى دي. ادي يا جماعة الجبنة بتاعتنا بعد ما قلبناها. على فكرة هي شكلها كده اتقل من الكيلو، يعني طلعت اكتر من كيلو. تعالوا بقى بالراحة نحاول ان احنا نقطعها. ما شاء الله يعني شكلها حاجة كده حلوة قوي يعني. الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة الجبنة ناجحة جدا وشكلها حلو ومفيهاش مسام وناعمة، ما شاء الله يعني شكلها حلو حلو يعني. والله انا كنت متخيلة انها هتطلع كمية بسيطة خالص، بس ما شاء الله هي طلعت كمية حلوة زي ما انتوا شايفين كده. حاجة يعني ما كلفتناش كتير. احنا صحيح لو احنا حبينا نشتري جبنة بالكمية دي هتكلفنا كتير وهندفع فيها فلوس كتير. انا بصراحة مش عارفة الكيلو دلوقتي يعمل كام، زي ما احنا شايفين اهي حاجة كده ما شاء الله عليها يعني حلوة وناعمة وجميلة. يا ريت اللي يجربها يقول لي طلعت معاه عاملة ازاي. ما شاء الله يعني حلوة حلوة حلوة. اتمنى اكون عند حسن ظنكم، انا اجرب ولو التجربة طلعت معايا مظبوطة انصحكم ان انتوا تعملوها. بصراحة ما شاء الله عليها، يا ريت الكل يجربها. تعالوا بقى بينا نشوف لو حبينا نخزن الجبنة دي هنخزنها ازاي. انت هتجيبي كده الكيس وتحطي القطعة وتحاولي ان انت تغلفيها كده بيه، وهنحطها كمان معانا في حاجة كده بلاستيك علشان نقدر نحط عليها شوية من الشرش ونخليها فيه. طبعا الشرش بتاعنا فيه كمية من الملح، حابة ان انت تزودي الملح ده براحتك. لو مش حابة تزوديه وعايزة الجبنة بتاعتك تفضل دايما ملح خفيف، يا ما شاء الله يعني معلقتين الملح مقدار مناسب خالص لكل كيلو من اللبن زي ما احنا حطينا في البداية. هنرصهم بقى كده، وبعد كده هنحط عليهم بقى شوية من الشرش اللي طلع معانا من الجبنة. طبعا احنا شلناه كله من البداية واحتفظنا بيه نظيف وحلو خالص. لو حابة تديله غلوة كده وبعد كده تحطيه، لو هي هتقعد معاكي وقت طويل يفضل يعني ان انت تغلي الشرش ده. لو مش هتغليه بقى، لو انت يعني هتستخدميها في خلال شهر ولا حاجة، خلاص خليه. هنجيب بقى الشرش اللي احنا خليناه معانا في الحلة زي ما هو، وهنغطي بيه القطع دي. حابة بقى تضيفي لها طعم ولا حاجة، دي حاجة يعني حسب حريتك. هنقفل بقى العلبة بتاعتنا كويس وندخلها على التلاجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.